عبر أبناء مدينة كوت مركز محافظة وسط عن غضبهم الشديد بحالة الإطفاء غير المسبوق للتيار الكهربائي في وقت تمتلك مدينتهم أكبر محطة للكهرباء في المنطقة. مشكلة الكهرباء إذا نعود إلى الماضي فهي مشكلة أزلية ولا يمكن حلها في العراق حقيقة. مشكلة الكهرباء هي مشكلة اللي نعاني منها مدة سنوات ولا نجد أي حلول حقيقية لحل هذه المشكلة. الحكومة المحلية طبعا اللي في الكوت ولا ونحن نمتلك طبعا أكبر محطة كهرباء في محافظات العراق هي محطة كهرباء الزبيدية. لا نعلم ما الذي يدور خلف الكواليس، لماذا نحن لا نأخذ حصتنا الكافية من هذه المحطة أو لسنا أبناء تلك المحافظة؟ هذه أولا. ثانيا ندعو الأخ المحافظ محمد جميل مياعي طبعا ومتفضل وصادق مع المحافظة في خلال هاي الفترة طبعا ندعو منه أن يكون إنسان صارم وإنسان ابن مدينة بحق وأن يأخذ حصة واسط من الكهرباء من محطة زبيدية ومستحقات واسط حتى نكون أمام جيل جديد يستطيع أن ينهض نهضة حقيقية بمستوى راقب العراق. يعني هاي سبحان الله هاي كل سنة يعني كل موسم نفس المعاناة، يعني يجي الموسم احنا شغلتنا موسمية يعني اصحاب الورش والمهن يعني فيجي الصيف كهرباء انساها، يعني تجي ترفيك لايت طافية مشتغلة، لا بالمولد تقدر ترتب وياه ويعطيك امبير زايد الشغل لا علي جهاز تبريد، يعني بس مجرد انارة ومراوح، يعني ونتأمل نقول بلكي على الحكومة اللي جديدة اللي اذا شكلت وقبلة.